عن الكلمة السيدة عندما وصلنا. السيدة الرئيسة، مضى عام ونيف منذ أن انزلق السودان في كارثة لا يمكن تخيلها في 15 من أبريل نيسان الماضي والأيام التي تلت، وشاهد العالم برعب مع تدهور الأوضاع في الخرطوم والنزاع، وكذلك أيضا التهمت ألسنة الهب الأحياء السكنية وأصبحت ساحة معارك، وكذلك اضطر المدنيون للفرار حاملين معهم ما استطاعوا أن يحملون معهم. طبعا لم يتخيل أحد مدى سرعة وانتشار النزاع واتساع رقعته، وكيف أن التجويع والمرض سوف تزيد نسبها، ومع اضطراد 9 ملايين نسمة للنزوح عن منازلهم، وكيف أن سوف يكون هناك ارتفاع ملحوظ في التقارير التي تبلغ عن انتهاكات الأحكام القانون الإنساني الدولي، وكيف أصبح العنف الجنسي بحق النساء والفتيات من الأدوات المستخدمة على نطاق واسع كسلاح حرب. وبعد سنة من ذلك كله فإن آفاق تبدو قاتمة جدا للشعب السوداني. النزاع مستعر ويلوح في الأفق خطر المجاعة. أنا فعلا أنه الأمر يبعث على الإحباط أن نرى ما حصل في السودان، لا سيما في مناطق التي بدت، حيث أن هناك أكثر من مليون لاجئ، وحيث كان أيضا محورا آمنا إقليميا لاستيعاب اللاجئين. كل ذلك تبخر قبل 7 أشهر. أذعنا المجلس للتحذيرات التي أطلقناها حول احتمال شن هجوم كارثي على الفاجر، وأشارت وكيلة من العام ديكار لذلك، واليوم هذا الخطر يتربص بنا ويتجدد. وفي 13 من أبريل نيسان وبعد أسابيع من التوترات والضربات الجوية، واليوم قامت أيضا الميليشيات المرتبطة بقوات الدعم السريع في على قرى في غرب الفاشر وحرقتها، وكذلك أيضا هناك أيضا تقارير تحدث عن استمرار الهجمات في المناطق الشمالية والشرقية من المدينة، كذلك حيث نزح أكثر من 36. وأبلغت منظمة أطباء بلا حدود على مراجعة أكثر من 100 مصاب لمنشآتها الموجودة في الفاشر، وكذلك أيضا أعداد الإصابات والقتل مرجحة للارتفاع. وكذلك يشكل العنف خطر وشيك ومحدق ل 800 ألف مدني يقطنون مدينة الفاشر، وهي أيضا ثمة مخاطرة بتسبب باندلاع أعمال عنف في مناطق في دارفور، حيث يقيم فيها 9 ملايين نسمة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. نعود تأكيد على المطالب أن يحترم أطراف النزاع التزاماتهم الناشئة بموجب الحكم القانون الدولي الإنساني، والعنف الجنسي وغير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية أمر محظورة بشكل صارم، ويتعين على الأطراف أن لا تدخر جهدا في عدم استهداف المدنيين والعيال المدنية. لقد كررنا هذه المنشدات في أكثر من مناسبة، لكن الواقع أن هذه الالتزامات لا يبدو أن هناك من يحترمها ويصونها. وفي الوقت نفسه لا بد أن نطلب من الأطراف أن يوقفوا فورا العنف الدار حول الفاشر في مناطق خلد البلد. يوم الاثنين كما قالت وكيلة من العام دي كارلو، التأم شمل المجتمع الدولي في باريس للمؤتمر الإنساني للسوداني والمنطقة المعني بالسودان والمنطقة، نعرب عن عميق امتناني للمضيفين المشاركين وتنظيمي والمؤتمر والدول الأعضاء والمنظمات القمة شاركت، حيث أدى إلى كثير من النتائج المطلوبة وبشكل عاجل. أشاطركم بعضها. أولا، أدى ذلك لتعهد بتقديم تمويل جديد لشؤون الاستجابة الإنسانية في السودان، وكذلك استجابة احتياجات اللاجئين في البلدان المجاورة، ولا بد من صرف هذه المبالغ التمتعات بها في أسرع وقت ممكن. الفرصة السانحة ضيقة جدا، وهي الآن والآن فقط، وفي غضون الأسابيع 6 القادمة لا بد لدينا أن نقدم الإمدادات المنقذة للأرواح قبل أن تبدأ الموسم المطير في يونيو حزيران القادم، ولا بد من أن نوصل البذور للمزارعين قبل موسم البذار والزراعة.
الزراعة، وكذلك أيضا تقدم المساعدات النقدية للنازحين قبل أن ينزلقوا في براثن الفقر والجوع أكثر من ذلك، وأن انعدام وصلت مستويات انعدام الأمن الغذائي في السودان إلى مستويات غير مسبوقة. ودعوني أعاود التأكيد مجددا، 18 مليون نسمة هم في عرضة في لخطر مواجهة الجوع الشديد، وهذا الرقم مرشح أن يرتفع مع قدومها مع اقتراب الموسم. وكذلك في 17 من أبريل نيسان قمنا بتوسيع نطاق أيضا نشاط اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لمدة 3 أشهر أخرى لتلبية هذا الاحتياج. ثانيا، مكننا المؤتمر من الخوض في نقاشات هامة حول سرعة توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية، وكما قدمنا إحاطة بهذا الخصوص من المجلس في 20 مارس آذار، فإن الإمكانية وصول المساعدات الإنسان في السودان ينطوي على عظيم التحديات، لأن ذلك أصبح متعذرا بل شبه مستحيل في أجزاء من دارفور وخرطوم، وكل ما نفلح ما يدخل إلى تلك المناطق بالكاد يسد الرمق في ظل الاحتياجات الكبيرة. وكذلك منسقة شؤون الإنسانية في السودان كليمنتان نيكويتا سلامي أيضا وضعت سلسلة من الأولويات على صعيد الحلول، وإذا ما كان لنا أن نحول دون وقوع مجاعة فيتعين لجمع الأطراف أن يساهموا في هذه الجهود لمساعدة المدنيين الذين بحاجة وفق واحترام ذلك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني. وينبغي السماح للطواقم الإنسانية أن تصل إلى تلك التجمعات حيثما كانوا عبر جميع المسالك، بما في ذلك تحسين إمكانية الوصول من بور سودان، بما في ذلك الوصول إلى الفاشر والخروج منها والخرطوم أيضا، وكذلك أيضا من خلال الطريق الجنوبي عن طريق كوستي والأبيض. وكذلك نحن نطلب أن يكون هناك استخدام دون عراقيل وشكل مستدام لتينا ومعابر تينا وأدري من تشاد، وكذلك من رينك والعويل وباناكوتش من جنوب السودان. وكذلك فلا بد من تسريع ذلك ومنح الموافقات في غضون 24 ساعة، والوضع الآن غير مقبول، من غير المقبول بتة أن تنتظر القافلة الدولية المشتركة من الكلات 6 أسابيع لحصول الموافقات. يتعين على الأطراف في النزاع أن لا تعرقل ذلك أو تتلكأ في منح الموافقات. وكذلك النهب الإمدادات الإنسانية لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع يجب أن يتوقف فورا، ومن باب الإلحاح فيتعين أن نستمر في التعاون مع الأطراف كافة لتحقيق التقدم في هذه المجالات وبالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين. ثالثا، كما قالت وكيل الأمين العام دي كارلو، فإن مؤتمر يوم الاثنين ساهم في تسليط الضوء وتوجيه اهتمام دول السودان، لأن في معظم السنة الماضية ظل النزاع في السودان خارج دائرة الضوء عالميا. وكذلك أيضا وردت تقارير عن شن هجمات عشوائية من القوات السودانية المسلحة وقوات الدعم السريع في المناطق المكتظة بالسكان لا سيما في العاصمة الخرطوم وكردفان ودارفور، كما أبلغنا ذلك مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكذلك أيضا هناك مستويات مقلقة من أعمال العنف الجنسي المتصلة بالنزاع، وهذه التقارير لا توقف لا سيما وتحديدا في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وكذلك عمال الإغاثة والعاملين الطواقم الصحية والمتطوعين المدنيين تعرضون للقتل أو الجرح أو المضايقة والتحرش أو القبض عليهم مع إفلات الجنات من العقاب. وكذلك أيضا هناك الكثير من الانتهاكات الخطيرة التي لا يتم الإبلاغ عنها لا سيما مع فرض مع قطع الاتصالات والإنترنت عن الخرطوم ودارفور وغير ذلك المناطق منذ شباط من العام الجاري، والذي شكل عقابا للسكان المدنيين وعرقل بشكل ملموس من قدرتنا على التفاوض مع الأطراف المعنية من أجل تأمين الوصول إلى المناطق ذات الأولوية. لا بد من تغيير مفصلي في طريقة تقديمنا للدعم لشعب السودان. الشعب السودان لا يسع أن ينتظر شهرا آخرا ولا أسبوعا آخر ولا حتى يوما آخر، ويجب أن تتوقف معاناتهم. وكما أوردت آنفا أخلص بتحديد 3 أمور مطلوبة الآن: أولا، توسع نطاق العمل من لدن الأطراف من أجل حماية المدنيين وتيسير وصول ودخول المساعدة الإنسانية. ثانيا،
هو صحيح أنه تم نقبل على الأموال التي تم تعهد بكل السقايا، نطلب سرعة صرفها لأغراض الاستجابة الإنسانية، وثالثا لا بد من انخراط من الجهود الدولية في السودان من أجل إسكات صوت المدافع والبنادق. ومن طرفنا سوف نستمر في بذل ما بوسعنا. سوف أسافر في وقت لاحق من الشهر إلى السودان رفقة مدراء في حال أقسام الطوارئ من منظمات وبرامج وكالة أممية. لا يسعنا القيام ذلك وحدنا، نحن بسعدكم الآن ووقت التحرك قبل أن يفوت الأوان. ملايين الأرواح على المحك وتعتمد علينا، وشكرا. I now give the floor to Ms. Adam Orosan. Madam President, it has been just over a year since Sudan was plunged into an unthinkable catastrophe. On 15 April and the days that followed, the world watched in horror as Khartoum descended into conflict. Residential neighborhoods became battlegrounds, office buildings were engulfed in flames, civilians fled the city, lugging whatever possessions they could carry. Little did we know then how much worse it would get, how fast and far the conflict will spread across the country, how starvation and disease would surge, and how more than 8.6 million people would be forced to flee their homes, how reports of violations of international humanitarian law would skyrocket, how sexual violence against women and girls would become a widespread tool of war, and how a generation of children would be traumatized, their prospects for the future stolen from them. 1 year on, the outlook for the people of Sudan is bleak. Conflict continues to rage, and the risk of famine is here. I find it particularly distressing to see what has happened in Sudan, given where the country was before this conflict started. A safe refuge for more than 1 million refugees, a regional hub for medical facilities and universities. So much of this is now gone. Madam President, 7 months ago, this council heeded our warnings about the catastrophic impact on an attack on El Fasher, what that would have on the civilian population. USG De Carlo has just alluded to that. Today, that risk is once again becoming a reality. On April 13, following weeks of rising tensions and airstrikes, and almost 1 year to the day, April 15, 2023, RSF-affiliated militias attacked and burned villages west of El Fasher. Since then, there have been continuing reports of clashes in the eastern and northern parts of the city, resulting in more than 36,000 people displaced. Médecins Sans Frontières reports that more than 100 trauma patients arrived in their facility in El Fasher in recent days. The total number of civilian casualties is likely to be much higher. The violence poses an extreme and immediate danger to the 800,000 civilians who reside in El Fasher, and it risks triggering further violence in other parts of Darfur, where more than 9 million people are in dire need of humanitarian assistance. We reiterate our demands that the parties to the conflict respect their obligations under international humanitarian law. Sexual violence and other inhumane treatment is strictly prohibited. The parties must take constant care to spare civilians and civilian objects. Madam President, we've made this call many times, but the reality is far too often that these obligations do not appear to be upheld. At the same time, we must also demand the parties immediately stop the violence around El Fasher and elsewhere in the country. On Monday, as USG De Carlo has mentioned, the international community came together in Paris for a humanitarian conference on Sudan and the region. We would like to express our profound gratitude to the co-hosts for organizing the meeting and to all the member states and regional organizations who participated. The event led to several urgently needed outcomes. Allow me to share a few. First, it resulted in new pledges of funding for the humanitarian response in Sudan and the refugee response in neighboring countries, pledges that must be dispersed as soon as possible. We have a very narrow window to respond. This window is now.
Within the coming 6 weeks, we need to pre-position life-saving supplies before the rainy season starts in June. We need to get seeds into the hands of farmers before planting season in June, which is 6 weeks away, and cash into the pockets of displaced people before they fall even deeper into hunger. Every day that passes puts more lives at risk. As we warned in the council last month, food insecurity in Sudan has reached record levels with the risk of famine now guiding the response. Let me reiterate that 18 million people are facing hunger, acute hunger, a number that is set to surge as the lean season fast approaches. Exactly 1 week ago, we launched a famine prevention plan. And on 17 April, we extended the system-wide scale-up declared by the Interagency Standing Committee for a further 3 months. Second, the conference enabled us to take forward vital discussions on urgently required humanitarian access. As we have previously briefed the Council, most recently on 20 March, humanitarian access in parts of Sudan is extremely challenging. Access impediments have made it almost impossible to move supplies to parts of Darfur and Khartoum, and whatever does get in is minuscule compared to the needs. In the last days, the resident and humanitarian coordinator in Sudan, Clementine Nkweta Salami, has outlined a series of key access priorities. If we are to avert famine, which is an absolute necessity, the parties must take urgent steps to facilitate humanitarian relief for all civilians in need, as required under international humanitarian law. Humanitarians must be able to reach affected communities wherever they are and through all possible routes. This includes cross-line access from Port Sudan, including into and out of El Fasher and Khartoum, as well as the southern route via Kosti and El Obeid. We also need the unimpeded and sustained use of Tine and Adre border crossings from Chad, as well as Renk, Awil, Panakauch crossings from South Sudan. Travel authorizations must be expedited and granted within 24 hours. In the current situation, indeed, in any situation, it is unacceptable for an international interagency convoy to wait more than 6 weeks for approval. The parties must not instrumentalize attack, impede, or interfere with humanitarian operations. Looting of humanitarian supplies, in particular in the areas under the control of the rapid support forces, must stop. As a matter of urgency, we will continue to engage with the parties to make progress on these actions in coordination with all relevant stakeholders. Third, as has been said by USDG Carlo, Monday's conference served to elevate international attention on Sudan, much needed attention. For much of the past year, the conflict has remained out of the media spotlight. Violations often flourish in the shadows. There have been multiple reports of indiscriminate attacks by both the Sudanese armed forces and the rapid support forces in densely populated areas, particularly in the capital, Khartoum, as well as in Kordofan and Darfur, as reported by the Office of the High Commissioner for Human Rights. Extremely concerning levels of conflict-related sexual violence continue to be reported, again, mainly in the areas controlled by the rapid support forces. Aid workers, health workers, local volunteers are being killed, injured, harassed, arrested with impunity. We are concerned that many more serious violations are going unreported, particularly with a telecommunications blackout blanketing Khartoum, Darfur, and other parts of the country since February this year. A blackout that has punished the population and severely hampered our ability to negotiate access to priority areas. Madam President, we need a fundamental change in our support to the people of Sudan. The people of Sudan cannot wait another month, another week, or even another day. The suffering must stop. As outlined, I end with three things that we need now. One,
scaled up action by the parties to protect civilians and facilitate humanitarian access. Two, while very, very generously accepting the funds that were announced in Paris, we're asking for the quick disbursement of funds for the humanitarian response. And three, more international engagement on Sudan to silence the guns. From our end, we will continue to do everything we can. Later this month, I travel to Sudan together with 9 emergency directors from other United Nations agencies and NGOs to work with our teams to support the scale-up of the response. But we cannot do this alone. We need your help. Now is the time to act before it is too late. Millions of lives depend on us. I thank you.